الله سبحانه وتعالى يحذر من موضوع الرياء، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. ولذلك يقول السعدي رحمه الله في تفسيره: الذي يرائي الناس وليس معه إيمان بالله ولا احتساب لثوابه، حيث شبه الله سبحانه وتعالى قلبه بالصفوان وهو الحجر الأملس، يعني أن الله عز وجل قال: كمثل صفوان عليه تراب. فشبه الله سبحانه وتعالى قلب المرائي بالصفوان وهو الحجر الأملس عليه تراب، يظن الرائي أنه إذا أصابه المطر أنبت كما تنبت الأرض الطيبة، ولكنه كالحجر الذي أصابه الوابل الشديد فأزال أو فأذهب ما عليه من التراب وتركه صلدا. وهذا مثل مطابق لقلب المرائي، فإن أعماله ونفقاته لا أصل تؤسس عليه، بل عمله باطل، ولأنه لم ينوي به وجه الله، وإنما كان رئاء الناس.